أن هذه الأولوية في الحصول على اللقاح هي للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، ونركز على هذه الفئة لضمان وقايتهم من المضاعفات الناتجة عن المرض. وقد أثبت التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفعاليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق 60 عاما. وبالتالي فنحن ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة للحصول على اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، فقد حرصت الدولة على توفير اللقاح لفئة الشباب والأشخاص لمن هم في سن 18 عاما وما فوق، وهم الأكثر مساهمة في نشر المرض بسبب طبيعة حياتهم والأنشطة التي يمارسونها. ونرى أنه من الضروري توفير اللقاح لهم للحد من زيادة الحالات في المرحلة المقبلة. لقد تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس ومراكز اللقاح عن طريق المركبة، وهي طريقة مبتكرة لأخذ اللقاح.